السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من راديو دارم دوكا MS 1919 مع صوت الشعبي دارم دوكا. أهلا وسهلا بك أستاذ آدم محمد سليمان من كوادر جمعية الدرجال، أهلا بك. مرحب، راديو داراندوكا MS 1919. شكرا مرحبا بك. على الاستضافة، وأيضا شكرا على مجهوداتكم الكبيرة قاعدين تقدموا على اتجاه أهلنا اللاجئين في شرق تشاد. نقول لكم شكرا، وأيضا إن شاء الله يكون مستفيدين لكل الحضور على لقائنا إن شاء الله. أيضا أننا سعيدين جدا اليوم تكون معنا في إذاعة راديو دارندوكا، نتحدث عن اللاجئين الأتوا من دولة السودان إلى دولة تشاد. فأنت كنت تابع لجمعية الرجال، كنت في أرض الواقع، فممكن تجي تشرح علينا كيف العودة الإنسانية هناك؟ طيب، شكرا مرة ثانية. بجد، أولا نشكر لدولة تشاد حكومة وشعبا على مجهوداته الكبيرة واستقباله الجميل لأهلنا نعم. اللاجئين الآتوا من السودان في تشاد. بصراحة أنا كنت هناك في أرض الواقع في وسط اللاجئين، وشاهدت كل ما يجري وكل الحالات السيئة الموجودة هناك. يعني بصراحة كانت نعم. عودة سيئة جدا، وممكن بعض الحالات حتى أنا ما نقدر ناكي، لأنه هناك فيها معاناة كبير جدا، لأنه تلقى أطفال مشتتين أو متشردين، أيتام لا عليهم أم ولا أب، بكون دايرين فقط من برنامج بتاعة الماكل والشراب. وأيضا هناك نعم. جانب الصحي سيء جدا، هناك مجروحين كمية كبيرة جدا، وبالإضافة نعم. حتى النساء الحاملات لا يوجد الرعاية الصحية. وأيضا برنامج بتاع إنه إساءة البيئة، أيضا لا يوجد مراعيات، ولا يوجد انه معدات للعمليه بتاعت النظافه للإساءة البيئة وكده. يعني بصراحه انا نعم كنت هناك، وكان اعتقد هنا من فرنسا، وباسم كان نعم بجمعيه الدرجيل الانسانيه بفرنسا، وكنا هناك في ارض الواقع، وقاعدين نقدم نشاطنا الانساني هناك. وبصراحه كان قدمنا من كذا من القوافل الإنسانية، المساعدات الإنسانية للاجئين هناك. وطبعا نعم هناك لاجئين في مناطق شتى، ولكن المنطقة الكبيرة هناك في شرق تشاد هي منطقة بتاعة الأدرة. هناك كمية من نعم اللاجئين، ولاجئين لاتوا من ولاية بتاعة ولاية الجنينة، وأيضا جزء من ولاية الزالنجي، وأيضا جزء من ولاية جنوب دارفور اللي هي نيالا. بصراحة نعم يعني حجم كبير جدا، فلذلك نحن كنا هناك قاعدين نقدم للواجب بتاعنا المساعدات الإنسانية وكده. يعني فده الحالات اللي أنا شاهدت والله هناك. نقول شكرا شكرا كثير لجمعية الدرجال، قدم مجهود كبير جدا جدا وجبارة كويس. فنتمنى هذه الجمعية تتطور وتتقدم أكثر. فأنتو كان بفريقك والله قدمت عمل الإنساني رائع جدا، فنتمنى بأمركم كل الجمعيات يحاول بقدر الإمكان يقدم هناك لأهلنا القاعدين في المعسكرات، لأهلنا كل ما أتوا من دولة السودان من تلك الحروبات الشنيعة التي أتت في السودان كويس. جو مواطنين ولا لديهم شيئا في أيادهم، يعني كويس جو أيادهم يعني بعدا في دولة التشاد. ف يعني أنت نشاطك شنو أو رسالتك شنو للشباب القاعدين في الخارج اللي لديهم جمعيات ورابط لأجل دعما لأهلنا هناك في المعسكرات؟ طيب، شكرا لكم مرة ثانية، وشكرا زي ما قلت انه على مجهوداتكم الكبيرة على الجانب الإنساني، يعني قاعدين تقدموا لاتجاه أهلنا وكده.
وبرنامجكم الإعلامي هي تلعب دور كبير جدا، ونقول لكم استمروا في هذا الاتجاه. يعني أي بصراحة أنا كنت هناك في نحن كجمعية الدرجال كنا في أرض الواقع هناك، وكنا قاعدين نقدم المساعدات اللي هي المساعدات بتاعنا كان سميناه الكيزة الدرجال، اللي هي السفر التجي اللي بقركونا، هي تتكون المواد الغذائية. المواد الغذائية نعم هي بكون فيها سكر والرز والملي والمكرونة وإيش الدخن، وبعد ذاك عندنا أسر معينة قاعدين نستهدفه اللي هي الأسر الأيتام وعندنا المعوقين والسن الكبيرة. ولذلك أنا أناشد لكل الجمعيات والروابط والمنظمات المجتمع المدني وكل الشباب نعم والشابات المعنيين يحاولوا يصلوا لأهلهم في شرق تشاد الذين هم أعطوا من السودان بسبب الحرب اللينة بين ميليشيات وقوات الشعب المسلح. ونقول لكم شكرا مرة ثانية. والله دي واجب لكل إنسان حر ديمقراطي هو سوداني، تمام. دي أننا واجبنا فقط أن نقدمها، لكن أنتم مجهودكم هو كبيرة، إحنا هناك كلنا يعني بيحتاجوا يعني كويس، وده من حقنا أننا نقف يعني أهلنا ونقدر نساعد في عمل الإنسان قدر الإمكان، كويس. طيب السؤال الثاني هو بيقول شنو، هناك لسه ما في تدخل بتاعت المنظمات والعالم هناك كثير، طيب هل ديل يعني كيف بتتصرف هناك؟ هل جمعيات ديل قادرين يكفوا للعالم ده كله؟ أم في منظمات لكن خير ظاهرة؟ نعم طبعا السؤال سؤالك جوهري جدا. بصراحة طبعا بالنسبة للبرنامج منظمات هي سؤال متكرر جدا، وهناك نعم بالفعل في منظمات مثلا UNHCR، وعندك منظمة بتاع MSF اللي هي أطباء بلا حدود. ديل المنظمات الموجودة هناك، وديل المنظمة UNHCR هو مسؤول من الملفات، لكن لما يجوا يحاول يسجلهم ويديهم الملف بتاع الأسري، وبعد ذاك هيحاول هو يوزي في معسكرات اللي قاعد يخططه، معسكرات الاستراتيجية، ثم بعد ذاك يحاول يوزلهم من بعد التموين الغذائي وكده يعني. ولكن بالنسبة للاجين لما ياتوا من البداية هم يرتكزوا في بعض المناطق في تشاد، لا يوجدوا برنامج بتاع ماكل لا شراب ولا سكن. هناك لا يوجد أي منظمات تساعد في الاحتياجات الطارئة أو الإسعافية وكده يعني، بالأخص برنامج بتاعت الأكل والشراب وبرنامج الجانب الصحي. هناك معاناة، يوجد معاناة كبيرة جدا. لذلك أنا بناشد زي ما قلت إنه كل الجمعيات والروابط مختلف الكيانات السودانية يحاول يصل نعم لأهلنا اللي هناك في معسكرات شرق تشاد. نعم بالفعل هناك زي ما قلت إنه في منظمة بتاعت الـ UNHCR وأطباء بلا حدود، وبالإضافة للجمعيات هي الجمعية المعروفة هي جمعية الرجال الإنسانية بفرنسا، وأيضا هناك في جمعية نعم وادي كجا، وفي منظمة الجذور، وديل الموجودين في أرض الواقع وهم قاعدين تساعدوا إنه قاعد يساعد في برنامج بتدريب انه احتياجات الاسعافيه وكده يعني. فهذه المنظمات، وبصراحه والله بشكر انه نقدم كل برنامج الشكر وكل اللاجئين التقدير حجم لكل كبير جدا. الجمعيات وكل المنظمات الأتت هناك لأجل مساعدة أهلنا هناك، فنتمنى كل الروابط وكل الجمعيات تكون بدور الإنسان هناك في المعسكرات، كانت حتى يعني في يعني معسكرات النزوء حتى في داخل البلاد يعني. فنتمنى كلنا بالذات أن الشباب القاعدين في الخارج نحاول بقدر إمكاننا نقدر نساعد أهلنا هناك، فيد الأقوى هم نحن في الخارج نقدر نسند أهلنا هناك، لعل الوضع الإنساني والوضع الصحي كارثي جدا جدا. طيب لحد الآن يا آدم كم معسكر في دولة تشاد؟ في دولة تشاد معسكرات الجدد هناك فيها 7 معسكر، وأيضا في معسكرات القديمة، وهم حتى الآن هم يتحملوا لاجئين الجدد.
ودي لك ستة معسكرات، يعني ستة معسكرات قديمة وسبع معسكرات جديدة، ولا زال معسكرات الجدد قاعد يخطط المعسكرات في مناطق شتى في تشاد وكده، لأنه اللاجئين هناك يعني حجم كبير جدا. يعني هناك ولاية الجنينة بأكملها، وأيضا جزء من ولاية جنوب دارفور، وأيضا من ولاية الزالنجا أيضا، ومناطق كثيرة جدا. لذلك معسكرات الجديدة لسه هيخططوا احتمال ممكن يصل في 15 أو 14 معسكر يعني. شكرا جزيلا آدم محمد، كنت اليوم معنا في إذاعة الراديو داراندوكا، فنتمنى رسالتك توصل، وشكرا لجميع الدرجال على المجهود اللي قدمتموه، فنشكر لكل الجمعيات والروابط اللي قدموا عمل الإنساني في المعسكرات، أو كان اللجوء أو للنزوح، حتى الشباب قاموا بمبادرات جميلة جدا، فنتمنى المبادرات دي تكتر عشان نقدر نسند أهلنا هناك. فآخر كلمتك اللي شنو أستاذ آدم؟ أنا سعيد جدا أكون معكم هنا في راديو داراندوكا MS 1919. نشكركم شكر كبير جدا على لقاءاتنا، وبالإضافة رسالتي الأخيرة زي ما قلت إنه كل سوداني وسودانية المعنيين عشان نساعدوا لأهلهم بمؤسساتهم نعم المدنية وكل المؤسسات الموجودة السودانية تحاول تصل لأهلهم في شرق تشاد إن شاء الله. ونقول لكم شكرا كبيرا، أنا سعيد جدا أكون معكم. شكرا شكرا أستاذ آدم، فإننا سعيدين أيضا جدا جدا بك، ونشكر كل شباب المعنيين قادرين يسندوا أهلنا هناك في معسكرات. فشكرا لمتابعي صفحتنا راديو داراندوكا ومستمعين أينما كنتم، ونلتقيكم في الساعة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.